السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب أولى ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة درس اللي بدأت. يلا نبدأ. بسم الله. أول سؤال عندنا هنا بيقول لي: أي مما يلي لا يذوب في البنزين؟ تمام، طبعا احنا عارفين اللي بيذوب في البنزين ورابع كلوريد الكربون هو اللبيدات. تمام، بيسألني عن حاجة ما بتذوبش في البنزين، يبقى هي مش تبع اللبيدات. عندنا الشموع، الكوليسترول، الاسترويدات، كلهم لبيدات وبيذوبوا في البنزين، وهو عايز الذي لا يذوب، يبقى مين؟ السليولوز. يبقى اختار السليولوز، لان السليولوز ده من السكريات المعقدة خدناها التي لا تذوب في الماء، وهو عايز لا تذوب فين؟ في البنزين. السؤال الثاني بيقول لي هنا: اي مما يلي يعتمد عليه تصنيف اللبيدات البسيطة؟ احنا لما قسمنا اللبيدات البسيطة قسمناهم لايه؟ لزيوت ودهون وشموع. كان على اساس ايه؟ كان على اساس نوع الاحماض الدهنية، مشبعة ولا غير مشبعة، نوع الكحول اذا كان احاد الهيدروكسيل ولا زي الجليسترول بيحتوي على 3 مجموعات هيدروكسيل. وده موجود عندي في التقسيمة بتاعتنا اهو، نشوف كده مع بعض ان اللبيدات البسيطة بتقسم على حسب درجة تشبع الاحماض الدهنية، يعني مشبعة او غير مشبعة، ونوع الكحولات، يعني هل الكحول ده جليسترول يحتوي على 3 مجموعات هيدروكسيل ولا كحول تاني احادي الايه؟ الهيدروكسيل. وهنا بيقول لي التقسيمة دي كانت على حسب نوع الكحول فقط ولا نوع الحمض الدهني فقط ولا نوع الحمض الدهني والكحول. يبقى نوع الحمض الدهني والكحول. نوع الحمض الدهني مثلا مشبع ولا غير مشبع، والكحول هل هو ثلاثي الهيدروكسيل زي الجليسرول ولا احادي الهيدروكسيل. طبعا مش على حسب نوع العنصر اللي بيدخل في تركيبه. طب نيجي بعد كده للسؤال رقم 3، بيقول لي: اي العبارات الاتيه تعبر عن احدى خصائص الدهون؟ طب نشوف كده مع بعض. بيقول لي: تحتوي على كميه طاقه اقل من سكر القصب. لا، احنا قلنا ان الدهون عندها كمية طاقة أعلى من اللي احنا بناخدها من الكربوهيدرات لو تساوت الكمية. تمام، فما ينفعش طاقة أقل من سكر القصب. طب تحتوي على كمية طاقة أكبر من سكر القصب؟ اه، هي دي الإجابة الصح. ليه؟ لأن احنا أخدنا هنا في أهمية الكربوهيدرات في الحصول على الطاقة إن مقدار الطاقة المستمدة من اللبيدات أكبر من مقدار الطاقة المستمدة من نفس الكمية من الكربوهيدرات. تمام، طيب باقي الإجابات ما تنفعش، لأن بيقولي تحتوي على كمية طاقة تساوي سكر القصب. لا، احنا قلنا أكبر، تتكون من أحماض دهنية وجليسرول ومجموعة فوسفات. بيقولي هنا خصائص الدهون، احنا عارفين إن هي بتتكون من 3 أحماض دهنية مشبعة مع الجليسرول، لكن مجموعة الفوسفات دي موجودة في الفوسفوليبيدات. يبقى الإجابة باقي. نشوف السؤال رقم 4، بيقولي هنا: أي مما يلي يدخل في تركيب زيت عباد الشمس ويعد سببا لتواجده في حالة سائلة في درجة حرارة الغرفة؟ طب انا برجع لتركيب الزيوت، طب انا عارف ان الزيوت بتيجي من اتحاد احماض دهنية غير مشبعة مع الجليسرول. تمام، فبيقول لي السبب في الكلام ده الجليسرول. طب ما الجليسرول موجود كمان في تركيب الدهون وفي تركيب الفوسفوليبيدات. لا، مش هو السبب. نوع معين من الاحماض الدهنية، اقول له نوع من معين من الاحماض الدهنية اللي هي ايه؟ غير مشبع، هي السبب في الحالة الايه؟ السائلة. طب جزيئات الماء، لا، عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين دي اساسا موجودة في كل اللبيدات. تمام، طب سؤال رقم 5 بيقول لي هنا: اذا كان لديك عينة من اللبيدات تحتوي على احماض دهنية مشبعة بنسبة 70% تمام تقريبا من تركيبها الكيميائي، فمن المتوقع ان تكون هذه العينة في درجة حرارة الغرفة ايه؟ احنا لسه قايلين الاحماض الدهنية الغير مشبعة بتخلي الحالة سائلة. طب لما يبقى 70% يعني تقريبا 3/4 النسبة، يعني ما هو 70% دي قريبة من 75% اللي هي 3/4. تمام، فتقريبا لو 3/4 الاحماض الدهنية اللي فيها مشبعة يبقى ده هيدي حالة ايه؟ صلبة، لان انا عندي مثلا الدهون دي بتتكون من احماض دهنية مشبعة مع الجليسرول والحالة بتاعتها صلبة، فالحالة بتاعتها تكون ايه؟ صلب. طب نيجي بقى للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم 6، بيقول لي: ما هي مكونات المادة التي تغطي السطح العلوي لبشرة ساق نبات التين الشوكي؟ طب ما احنا عارفين نبات التين الشوكي ده نبات صحراوي، اهو نبات صحراوي، والنبات الصحراوي مين اللي بيغطي السطح العلوي؟ طبقة من الشموع. تمام، يبقى طبقة الشموع، وهنعرف بعد كده ان اسمها الكيوتين، هي اللي بتغطي السطح العلوي لبشرة ساق نبات مين؟ التين الشوكي. طيب الشموع دي
عبارة عن أحماض دهنية مشبعة وجليسرول، هي أحماضها الدهنية ذات أوزان جزيئية عالية والكحول بتاعها أحاد الهيدروكسيد. اللي بيكون أحماض دهنية مشبعة وجليسرول ده دهون، أقول له لا مش ده المطلوب. طب أحماض دهنية غير مشبعة وجليسرول، أقول له ده زيوت. تمام. طب أحماض دهنية ذات وزن جزيئي عالي وكحولات أحادية الهيدروكسيل، هي دي الإجابة بتاعتنا بتاعت مين؟ الشموع. أحماض دهنية ذات وزن جزيئي عالي وجليسرول، لا، اللي بتبقى ذات وزن جزيئي عالي دي بتبقى مع كحولات أحادية الهيدروكسيل اللي هي الشموع. تمام. وشفنا ده في تركيب الشموع. طب سؤال رقم 7 بيقول لي أي اللبيدات التالية لا تحتوي على الجليسرول؟ واحنا لسه قايلين حالا ان الشموع ما فيهاش جليسرول، فهو بيقول لي الزيوت، لا الزيوت فيها جليسرول. الفوسفوليبيدات تركيبها بيشبه الدهون، والدهون اساسا بتحتوي على جليسرول، فاحنا الفوسفوليبيدات تركيبها بيشبه تركيب الدهون مع استبدال الحمض الدهني الثالث بمجموعه فوسفات وكولين، يبقى فيها جليسرول. يبقى الزيوت والدهون والفوسفوليبيدات تحتوي على الجليسرول ما عدا الشموع تحتوي على كحول احادي الهيدروكسيد. تمام. طب نيجي للسؤال اللي بعده رقم 8، بيقول لي كم عدد الأحماض الدهنية اللي بيحتويها 10 جزيئات من الفوسفوليبيدات؟ نيجي على رسم الفوسفوليبيدات أهو وأشوف، بصوا مع بعض، أدي الفوسفوليبيدات عندي كم فاتي أسيد. فاتي أسيد يعني حمض دهني، ده فاتي أسيد نمبر 1، فاتي أسيد نمبر 2، 2 فاتي أسيد أو 2 حمض دهني في جزيء الفوسفوليبيد. أنا عندي الفوسفوليبيد كله عبارة عن جزيء جليسترول، 2 حمض دهني ومجموعة فوسفات ومجموعة كولاين. تمام. فأنا عندي في الفوسفوليبيد الواحد، أو تركيب الجزيئي للفوسفوليبيد مكتوب أهو، الفوسفوليبيد الواحد بيحتوي على 2 حمض دهني. طب لما يكون عندي 10 أضرب 2 في 10، يبقى أنا هنا بقول له هضرب هنا 2 في 10 هتطلع بكام؟ ب20 حمض دهني. طب نيجي للسؤال اللي بعده رقم 9، بيقول لي أي مما يلي لا يعتبر من خصائص الاسترويدات؟ مين مش من خصائص؟ احنا عارفين الاسترويدات دي مجموعه هرمونات لها طبيعه دهنيه. تمام. بيقول لي هي من الجزيئات العضويه كبيره الحجم، طبعا لان هي تبع اللبيدات. طب يدخل في تكوينها عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين؟ زيها زي اللبيدات، داخل في تكوينها عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين. لا تذوب في الماء؟ لا تذوب في الماء، هي بتذوب في المذيبات القطبيه اللي زي البنزين والغير قطبيه زي البنزين ورابع كلوريد الكربون. ذات وزن جزيئي منخفض، ده اللي غلط بقى، اللي هو لا. ليه بقى؟ لان الاسترويدات دي بتيجي من التحلل المائي للدهون البسيطه، واهو اللبيدات المشتقه اللي هي زي الاسترويدات تشتق من اللبيدات البسيطه والمعقده بالتحلل المائي، فهي جايه من التحلل المائي لليبيد بسيط وليبيد معقد الاثنين، فازاي هتكون هي وزنها الجزيئي منخفض؟ لا، هي وزنها الجزيئي مرتفع او عالي. نيجي للسؤال 10، بيقول أي مما يلي من الهرمونات التي تعتبر لبيدات ولها دور في النضج الجنسي للإنسان؟ طبعا الهرمونات اللي لها دور في النضج الجنسي تبع الاسترويدات. تمام. هي الإجابة بقى، ولسه اهو بنشوفها كده اهو، بيقول الاسترويدات هنا مصطلح إنجليزي اسمه ستيرويدز، ويعني مركبات عضوية حلقية تحتوي على 4 حلقات، ومن أمثلتها هرمون الكورتيزون كلنا عارفينه، والهرمونات الجنسية كالتستوستيرون والاستروجين والبروجستيرون. يبقى الهرمونات الجنسية دي تبع ايه؟ الاسترويدات. طب نشوف السؤال رقم 11، بيقول لي أي مما يلي يدخل في تركيب جميع اللبيدات؟ وكل اللبيدات ألاقيه موجود معايا، أدور هي اللبيدات دي بتتكون من ايه؟ من أحماض دهنية. طب بيقول لي جزيئات الجليسرول موجودة في الزيوت، في الدهون، في الفوسفوليبيدات، مش موجودة مثلا في الشموع، يبقى ما ينفعش. طيب أحماض دهنية، الأحماض الدهنية موجودة في كله، سواء بقى كانت مشبعة غير مشبعة ذات أوزان جزيئية عالية، المهم إن هي أحماض دهنية. طب مجموعة الكولاين ومجموعة الفوسفات؟ لا، دول بيبقوا موجودين في الفوسفوليبيدات فقط. تمام. نيجي للسؤال رقم 12، بيقول لي هنا أي مما يلي من نواتج هضم الفول السوداني؟ نواتج هضم الفول السوداني، طبعا كلنا لما بنجيب الفول السوداني كده ونقشره، لو سيبناه على ورقة بيضة هيعمل تحت كده بقعة زيتية. طب الزيوت عبارة عن اتحاد ايه؟ أحماض دهنية غير مشبعة مع الجليسرول، يبقى نختار هنا جلوكوز وماء ولا أحماض دهنية وجليسرول؟ يبقى أحماض دهنية غير مشبعة وايه؟ وجليسرول. تمام. ما ينفعش جلوكوز وجليسرول ولا ماء وجليسرول. طب سؤال رقم 13 هنا بيقول لي ايه؟ الأنابيب المقابلة تمثل النتائج الإيجابية،
خلي بالك من الإيجابية، لتفاعل كميات متساوية من 3 مواد مختلفة مع كواشف بندكت اللي بيكشف على الجلوكوز، سودانفور اللي بيكشف عن اللبيدات، محلول اليود اللي بيكشف عن النشا. أي من هذه الأنابيب تحتوي على مركب ينتج أعلى مقدار من الطاقة، اللي بينتج أعلى مقدار من الطاقة اللبيدات. تمام. طيب أنا عندي هنا الأنبوبة الأولانية لونها برتقالي، يبقى أكيد ده كاشف بندكت اللي بيكشف عن الجلوكوز، يبقى الأنبوبة الأولى دي فيها جلوكوز وتم الكشف عنها بكشف إيه؟ بندكت. تمام. طب الأنبوبة التانية اتحول لونها للون الأحمر، يبقى الأنبوبة التانية دي اللي أكيد اللي كان فيها ليبيد والكاشف بتاعها كان سودان فور. تمام، سودان فور. طيب والأنبوبة التالتة، الأنبوبة التالتة دي فيها لون أزرق، يبقى ده دليل على إن المادة دي نشا، ادت لون أزرق لما نضاف عليها محلول اليود. فلما يجي يسألني بقى ويقول لي مين اللي بيدي أعلى مقدار من الطاقة الليبد، طب الليبد رقم كام؟ رقم 2، يبقى أخد الإجابة رقم 2. طب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي من الصور التالية. تمام، جايب لي صور أهو، الدب القطبي وطائر مائي وبذور الفول السوداني، فبيقول لي أي من مال يمثل الليبد الموجود في كل من 1 و2 و3 على الترتيب. أنا عارف إن هنا أسفل الجلد فيه دهون مخزنة، وهنا ريش الطيور المائية بمغطى بطبقة من الزيوت بتمنع اختراق الماء لجلد الطائر حتى لا تعوق حركته، والدهون اللي في هنا اللي في 1 مخزنة أسفل الجلد طبعا عشان تعمل كعازل حراري عشان يقدر مثلا الدب القطبي يعيش في المناطق شديدة البرودة. ولسه قايلين إن الفول السوداني دوت بيبقى فيه إيه؟ فيه زيت، فهنا فيه دهون، فيه هنا زيوت، فيه هنا زيوت، فدهون في الأول، عايزين دهون أهو دهون، وبعدين زيوت زيوت، يبقى الإجابة هتبقى معايا رقم ألف. تمام، يبقى الدب القطبي مخزن أسفل الجلد دهون، الريش بتاع الطيور المائية زيوت، الفول السوداني قلنا لو سبناه على ورقة بيعمل بقعة زيتية فبيدي إيه؟ زيوت. يبقى الإجابة معايا ألف. طيب نيجي للسؤال اللي بعده 15، بيقول لي أي الاختيارات التالية يعتبر جزيء عضوي يمثل النسبة الأكبر من تركيب أغشية الخلايا النباتية والحيوانية؟ طب ما احنا عارفين ان الاغشية دي اغشية بلازمية، والغشاء البلازمي بيدخل في تكوينه مين؟ الفوسفوليبيدات. مين من الشكل ده ينفع فوسفوليبيدات؟ الاجابة رقم ج. ليه؟ لان اللي في النص ده جليسترول، والاتنين اللي في الجنب دول اتنين حمض دهني، والمجموعة اللي في النص دي مجموعة فوسفات، والمجموعة اللي في الاخر دي كولاين. يبقى هنا نجيب بقى تركيب الغشاء البلازمي كده ونشوف، نشوف مع بعض. في الأغشية هنا ادي الغشاء الخلية اللي هو الغشاء البلازمي، عنده طبقتين من الفوسفوليبيدات. تمام، وقلنا ان الفوسفوليبيدات دي بتتكون من 2 حمض دهني اهو، ومجموعة فوسفات، وكمان مجموعة كولاين، وفي النص ده ايه؟ جزء جليسرول. تمام، فالشكل الوحيد اللي كان ينفع اللي هو كان فيه هنا مستطيلين للأحماض الدهنية، وهنا كان في مكان للجليسرول، وهنا كان في مكان للمثلث أو دايرة، هنا أو هنا لمجموعة الفوسفات والإيه؟ والكولاين. تمام كده؟ أهو الشكل ده. طب نرجع للسؤال رقم 16، بيقول لي إيه؟ أي مما يلي يختلف الزيت عن الدهن؟ هو الزيت مختلف عن الدهن في إيه؟ في وجود الكربون والهيدروجين؟ لا، هما الاتنين عندهم كربون وهيدروجين. شيوعه في الحيوان اكثر من النبات؟ لا العكس، انا عندي الزيت شائع في النبات، عندنا زيت الذره، زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الجرجير، زيت السمسم، كلها دي زيوت كلنا عارفينها، زيت الزيتون. فشيوعه ما بيبقاش في الحيوان اكتر، بيبقى شيوعه في النبات اكتر من الحيوان، الحيوان اللي شائع فيها الدهن او الدهون. تمام، مش نوع الكحول الداخل في التكوين، لان الكحول في الزيوت او الدهون هو الجليسترول، فالجليسترول موجود في الاثنين فده ما يفرقش معانا. طيب السؤال اللي بعد 17، بيقول لي اي مما يلي يميز الدهون مقارنه بالزيوت؟ لو على حسب السؤال اللي فات ان الدهون بتكون شائعه في الحيوان اكثر من النبات، لكن الاختيارات هنا مختلفه. يلا نشوف، بيقول لي نوع الاحماض الدهنيه الداخله في التكوين، انا عندي هنا الدهون احماضها الدهنيه مشبعه والزيوت احماضها الدهنيه غير مشبعه، يبقى تمام، اقول له دي مشبعه والزيوت غير مشبعه. طب قابليه الذوبان في الماء؟ لا، هما الاثنين ما بيدوبوش في الماء.
وجود كحولات ثلاثية الهيدروكسيل، هما الاتنين عندهم جليسرول. طب وجود كحولات أحادية الهيدروكسيل، لا هما الاتنين ما عندهمش كحول أحاد الهيدروكسيل، ده بيبقى موجود في الشموع. تمام كده. طب نيجي للسؤال رقم 18، بيقول لي تناول شخص ما وجبة مكونة من خبز وزبد وعنب وعصير قصب، ما هو الترتيب الصحيح لأولوية حصول الخلية على الطاقة من هذه الأطعمة؟ أول حاجة الخلية بتاخد، يعني لو في حاجة زي العنب بيدي سكر وجلوكوز على طول، هيبقى ده أسرع حاجة ناخد منها طاقة، يبقى العنب الأول. ليه؟ عشان ده سكر وجلوكوز. طب وبعد كده عصير القصب، ليه؟ عشان فيه سكر سكروز، وده سكر ثنائي، يبقى ده سكروز. سكر ثنائي بيتكون من جلوكوز وفركتوز. طب وبعد كده رقم 3 يبقى الخبز، عشان ده نشا نشويات. واخر حاجة هيبقى الزبد، علشان دوت تبع اللبيدات. تمام، يبقى انا هدور على عنب، عصير قصب، خبز، زبد، هتبقى الاجابة رقم ب. تمام كده يا شباب. طب نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو 19، شوف كده مع بعض. بيقول لي الرسم البياني المقابل يوضح مركبات س ص ع لام، اهم تنتمي لنفس النوع من الجزيئات البيولوجية الكبيرة وتذوب في رابع كلوريد الكربون، يبقى كلهم لبيدات. واللي يأكد لي انه كاتب هنا على المحور ده عدد الأحماض الدهنية لكل جزيء، يبقى دول فعلا لبيدات. ادرسوا ثم اجب. طب نشوف كده، انا عندي اللي بيحتوي على ثلاث أحماض دهنية، اللي هو قصاد من عندي عين ولام، هما الاتنين قصاد ثلاث أحماض دهنية، ده بيبقى الزيوت ها والدهون. تمام، لان بتتكون الاتحاد ثلاث احماض دهنيه مع الجليسرول. واللي بيتكون عندي من اتنين حمض دهني وشفناه من شويه صاد، ده فوسفوليبيد. تمام، واللي عنده حمض دهني واحد رقم س، ده الشموع. طب ليه؟ لانه بيقول لي ان الشموع دي بتتحد فيها الاحماض الدهنيه مع كحول احادي الهيدروكسيل. طب نشوف كده، نشوف بس عشان نبقى الرسمه قريبه لخيالنا اكتر. نشوف احنا لما اخذنا هنا التركيب الجزيئي لمعظم اللبيدات، قلنا اتحاد ثلاث احماض دهنيه مع الجليسترول زي الزيوت والدهون، يبقى عشان الجليسترول اساسا كحول بيحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل، في الاساس دي كانت او اتش او اتش او اتش، في كل مره كانت بتخرج الاتش من هنا ويدخل مكانها حمض دهني، فعشان هو بيحتوي على ثلاثه او اتش فاتحد مع ثلاث احماض دهنيه. اما هنا الشموع بتتكون من تفاعل احماض دهنيه ذات اوزان جزيئيه عاليه مع كحولات احاديه الهيدروكسيل، بما ان مجموعه الهيدروكسيل واحده يبقى بيتحد معاها حمض دهني ايه؟ واحد. فهنا من الشكل اللي هيبقى عندها حمض دهني واحد دي هتبقى الشموع. تمام كده؟ فبيسالني ما المركب الذي يغطي سطح الصبار؟ اقول له الصبار ده نبات صحراوي، هيغطي سطح الاوراق بتاعته مين؟ الشموع. تمام؟ اللي هي رقم س. طب نيجي للسؤال اللي بعده، ما المركب الذي يحتوي على عنصر الفوسفور اللي بيبقى عنده اتنين حمض دهني بس، اللي هو الفوسفوليبيد. فوسفوليبيد من اسمه فوسفوليبيد، يبقى فيه عنصر الفوسفور، يبقى ص. طب نيجي للسؤال رقم 3، بيقول لي اي مما يلي يعد وجها للشبه بين المركبين عين ولام. طب اجي كده على عين ولام، اهو ادي عين ولام اللي هما الزيوت والدهون. هل الحاله الفيزيائيه؟ لا، الزيوت سائله والدهون صلبه. هل التركيب الجزيئي؟ لا، الزيوت فيها دهون احماض دهنيه غير مشبعه والدهون فيها احماض دهنيه مشبعه. هل نوع الاحماض الدهنيه؟ لا طبعا، برضو نوع الاحماض الدهنيه لسه قايلينها. طب نوع الكحول؟ هم شبه بعض في نوع الكحول، لان كل من الزيوت والدهون عندهم كحول اسمه الجليسرول اللي بيحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيد. تمام. طيب سؤال 4 بيقول لي ما وجه الشبه بين المركبين صاد وعين؟ صاد فوسفوليبيد وعين دهون. طب ما احنا قلنا ان تركيب الفوسفوليبيدات يشبه تركيب الدهون مع استبدال الحمض الدهني الثالث بمجموعه فوسفات ومجموعه كولاين. تمام. طيب فهو هنا مش عايز الاختلاف ده، عايز الشبه. هل شبه بعض في التركيب الجزيئي؟ لا، طالما قلنا ما عدا يبقى هما مش شبه بعض بالظبط، لان هما لو شبه بعض هيبقوا حاجه واحده. طب الذوبان في المذيبات القطبيه؟ لا، هما بيذوبوا في المذيبات الغير قطبيه زي البنزين ورابع كلوريد الكربون. تمام. طب نوع الكحول؟ هم شبه بعض في نوع الكحول، لان هنا نوع الكحول هو جليسترول، وبرضه في الفسفوليبيدات نوع الكحول جليسترول، فاقول له شبه النوع بعض في نوع الكحول اللي هو جليسترول. طب وجود مجموعه الكولاين، ده خاص بصاد بس اللي هي الفسفوليبيدات، مش خاص بعين اللي هي الدهون. تمام، نكمل.
عندنا هنا سؤال بيقول لي أي مما يلي يمكن أن تكون صيغته الكيميائية C27 H45 OH؟ طيب أولا طالما أنا شفت الـ OH كده يبقى ده بيوضح لي إن التركيب كده داخل فيه كحول، يبقى أنا هستبعد أي حاجة من الكربوهيدرات وهركز على اللبيدات. طيب الجلايكوجين والنشا دول تبع الكربوهيدرات هستبعدهم، أصبح دلوقتي فوسفوليبيد ولا كوليسترول؟ فوسفو من اسمه لازم يكون فيه عنصر الفوسفور، هل التركيب ده فيه عنصر الفوسفور؟ مفيش عنصر الفوسفور اللي هو بيبقى رمزه بي، فبما ان مفيش فوسفوليبيد يبقى الشكل اللي قدامي ده هو الكوليسترول، تمام؟ طب اجي بقى للسؤال 21 بيقول لي اي مما يلي لا ينتج من التحلل المائي للبيدات البسيطه والمعقده؟ طب ما انا عارف اللي بيجي من اللبيدات البسيطه والمعقده ده الدهون الايه؟ المشتقه، اهو الدهون المشتقه او اللبيدات المشتقه. طيب اللبيدات المشتقه دي بيقول لي كلهم من اللبيدات المشتقه ما عدا، ما هو بيقول لي لا ينتج، طبعا انا عندي الكوليسترول من اللبيدات المشتقه اهو، والهرمون التستوستيرون والاستروجين ده هرمون ذكري وده هرمون انثوي، الاثنين هرمونات جنسيه من الاسترويدات تبع اللي هي اللبيدات المشتقه، لكن الفوسفوليبيد ده ليبيد معقد، فلما يقول لي لا ينتج من التحلل المائي اللبيدات البسيطه والمعقده يعني هو مش ليبيد مشتق، اقول له خلاص يبقى ده الفوسفوليبيدات لان ده ليبيد معقد من اللبيدات مين؟ المعقده، تمام. طيب اجي بعد كده لسؤال 22 بيقول لي ثلاث مركبات معقده س ص ع، المركب س بيوجد في جدار الخليه النباتيه وبيتكون من عدد كبير من جزيئات الجلوكوز، اقول له اه ده السليولوز اللي بيوجد في جدار الخليه النباتيه ده السليولوز، ادور في الاجابات الاقي به وده بدايتهم السليولوز، نركز. المركب صاد يوجد في غشاء الخليه ويدخل في تركيبه العناصر اللي هي كربون وهيدروجين واكسجين وفوسفورس اللي هو الفوسفور والنيتروجين، تمام كده؟ طبعا ده تركيب من الفوسفوليبيدات، ابص في الاجابه بقى هنا الاقي فيه فوسفوليبيدات، طب نتاكد. المركب عين يوجد في عضلات وخلايا كبد الإنسان ويتكون من عدد كبير من جزيئات الجلوكوز، يبقى ده أكيد الجلايكوجين، يبقى الإجابة فعلا باء سليولوز وبعد كده فوسفوليبيدات وبعد كده الجلايكوجين، يبقى الإجابة باء. سؤال 23 بيقول لي هنا لديك ثلاث مواد مجهولة س ص ع ما نعرفش هما إيه، ومطلوب التعرف على كل منها، المفروض أعرف مين المادة س والمادة ص والمادة ع باستخدام الكواشف اللي هي 1 و2 و3، وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول، وبيقول لي ان البوزيتيف دي يعني نتيجة ايجابية والنيجاتيف دي يعني نتيجة ايه؟ سلبية. طب يلا نشوف كده مع بعض واحدة واحدة. انا عندي المادة اللي هي سين النتيجة الايجابية بتاعتها لون برتقالي مع الكاشف 1، يبقى سين ده جلوكوز هو اللي بيدي لون برتقالي مع الكاشف 1 اللي هو بندكت اللي هو ايه؟ بندكت، تمام. اسيبني بقى من سين ادخل على صاد، صاد ادى نتيجة ايجابية بلون ازرق مع الكاشف 2، يبقى النتيجة ايجابية لون ازرق يبقى صاد ده نشا، تمام، والكاشف 2 ده اقول عليه محلول اليود. طيب عين ادى نتيجة ايجابية لون احمر، يبقى عين ده ليبد يعني حاجة من الدهون، تمام، والكاشف اللي كشف عنه هو 3 اللي هو سودان 4، تمام كده يا شباب. طيب نجاوب بقى، الأسئلة بقت سهلة، بيقول لي أجب عما يأتي، أي مما يلي يمثل كل من المواد س ص ع، أنا عايز سوري عايز المواد مش الكواشف، عايز جلوكوز نشا ليبيد، جلوكوز نشا ليبيد موجود عندي في الإجابة ده. طب عايز الكواشف 1 و2 و3 على الترتيب اللي هو بندكت واليود وسودان 4، عايزين بندكت واليود وسودان 4، الإجابة رقم باء بندكت واليود وسودان 4. طيب سؤال رقم 3 هنا بيقول لي ايه؟ اي مما يلي يمثل ما يحدث عند اضافة الماء الى كل من س ص ع. طيب الماء لو حطيته على الجلوكوز، الجلوكوز هيذوب لانه سكر بسيط بيذوب ايه؟ او سكر احادي بيذوب في المذيبات القطبية زي الماء، تمام؟ طب النشا سكر معقد لا يذوب في الماء، طب الليبيد لا يذوب في الماء ولكن بيذوب في المذيبات الغير قطبية، فانا بالنسبة للماء اللي هيذوب بس الجلوكوز، يبقى نختار يذوب بالنسبة للجلوكوز ولا يذوب ولا يذوب بالنسبة للنشا والليبت، فالإجابة هتبقى ده. آخر سؤال معانا النهاردة السؤال 24 بيقول لي الرسم البياني المقابل بيوضح عدد مجموعات الهيدروكسايل اللي هي الـ OH في الكحولات
التي تدخل في تركيب المركبات العضوية س ص ع. إذا علمت أن ص وع لهم نفس الحالة الفيزيائية بينما س يختلف عنهم، تمام؟ يبقى ص وع هنا اللي عنده تلات مجموعات هيدروكسيل يبقى ده جليسرول، وصاد ليه نفس الحالة الفيزيائية بتاعت عين يبقى هما الاتنين صلب، يبقى صاد ده دهون. سين قال ان هو بيختلف عنهم في الحالة الفيزيائية يبقى دوت زيوت، لان الزيوت بتبقى سائلة. يبقى اللي عنده مجموعة هيدروكسيل واحدة ده الشموع. ركزوا بقى معايا هقولهم تاني. لما قال لي ان سين وصاد وعين المركبات دي كلها دي تبع لبدات طبعا، وقال لي ان ص وعين ليهم نفس الحاله الفيزيائيه يبقى هما الاثنين صلبه، مواد ايه؟ صلبه، اللي هما دهون وشموع. اخترت ان ص تبقى دهون عشان فيها 3 او اتش فيها جليسرول، اما عين اخترتها شموع عشان فيها مجموعه او اتش واحده لان الكحول فيها احاد الهيدروكسيل. وقال لي ان س بيختلف عنهم في الحاله الفيزيائيه يبقى س ده زيوت اللي هو حالته ايه؟ سائله. تمام كده؟ فبيقول لي مين المواد س ص ع؟ يبقى زيوت دهون شموع، زيوت دهون شموع اللي هي الإجابة رقم ألف. تمام كده يا شباب، وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خلص. أتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.